السلام عليكم، معكم مريم القاسم أخصائية نفسية. مرحبا بي معكم في اليوم 24. الفكرة ديال الخلية هي أساسا جات من عند الرئيس ديال الرابطة المغربية لأخصائي الصحة النفسية والعقلية. بمجرد ما فات الزلزال اقترح علينا فكرة أننا نديروا خلية الإنصات من أجل المواكبة النفسية للناس المتضررين بسبب زلزال. فإفكتيفمون لو لوندومان تأسست الخلية، بارطاجينا لي ليست ديال الأرقام ديالنا في لي ريزو سوسيو، انضموا لنا مجموعة من الأخصائيين النفسيين من مختلف المدن المغربية وأيضا الجالية المغربية اللي كاينة خارج المغرب، فرنسا وكندا. أيضا معنا أخصائيين أردنيين وسوريين أيضا، يعني الخلية فيها مختلف الجنسيات. بالنسبة للناس اللي معنا من فرنسا وكندا هما مغاربة عايشين تما، فهما متحدثي باللغة العربية، ناطقين باللغة العربية. مجرد ما تأسست الخلية وتبارطاجوا الأرقام ديالنا ما كملاش ساعتين بدينا كنستقبلوا الحالات وكيتواصلوا معنا. في هذاك النهار ديال السبت كنا كنستقبلوا الحالات حتى الأربعة ديال الصباح والمعرض الخمسة ديال الصباح. نقدر نقول لك الخمس أيام حتى ست أيام الأولى من بعد الزلزال كانت يعني الوتيرة ديال الاتصالات كانت كبيرة بزاف، يعني كنا كنتلقاو الاتصالات 24 ساعة على 24. بخلاف الآن نقصت الوتيرة ديال الاتصالات، بقينا عموما الحالات الجديدة كتكون واحد خمسة ولا أربعة ديال الحالات في النهار. الأغلبية اللي كيتواصلوا معنا بشكل يومي هما اللي بدينا معاهم المواكبة من البداية إلى الآن. بالنسبة للحالات كاع اللي جاونا كانوا تعرضوا لصدمة نفسية بسبب الزلزال. هاد الصدمة النفسية كيتم تشخيصها على أنها اضطراب ما بعد الصدمة، فيها مجموعة من الأعراض. كاينين الناس جاوهم كاع الأعراض، كاينين الناس جاوهم بعض الأعراض، الحدة تختلف وحضور الأعراض هو يختلف من فرد لآخر. داكشي راجع للنفسية ديال الفرد والصلابة النفسية ديالو والتفاعل ديالو مع الصدمة. الفئات العمرية الأكثر اتصالاً بنا صراحة جونا مختلف الأعمار، يعني أطفال، مراهقين، شباب وأيضاً ناس كبار. ولكن يعني الفئة المهيمنة هم من 7 سنوات تقريباً حتى 27 عام 26 عام. كاين مثلا بالنسبه للاطفال كتتصل بينا اختو الكبيره ولا كيتصلوا بينا والديهم وكيعطيونا الحاله ديال الطفل شنو كيعيش. نعم باقي كنستقبلوا اتصالات الى الان ولكن الوتيره تختلف. المناطق اللي تواصلوا معنا كاين مراكش، اكادير، تارودانت، شيشاوا، بني ملال، كازا، الرباط، مكناس، وزان، يعني مختلف المدن المغربيه بالقرى بالمدن. صراحه انا في البدايه فاش حطينا الارقام ما توقعتش انه غادي يجيونا اتصالات يعني بهذاك الكم. كنت كنقول انه غير الناس اللي كيعرفوا شكون هو لو بسيكولوج اللي غادي يتواصلوا معنا، ولكن الحقيقه انه كاع الناس ملي سمعوا هناك دعم نفسي وهناك مساعده نفسيه اتصلوا بنا لانهم عرفوا الحاجه ديالهم الاخصائي النفسي والاهميه ديالو في هذه الفتره بالذات اللي هما كيعيشوا، فتواصلوا معنا وقدرنا الحمد لله اننا نساعدهم بداكشي اللي حنا كنعرفوا. ارتباطا بالخليه، الشباب اللي معانا اللي مكلفين بالجانب التقني صايبوا لنا واحد البلاتفورم باش يسهلوا لاكسيل الارقام ديالنا من طرف الناس. يعني في عوض ما اننا نبارطاجيو لي ليست ديال الارقام ديالنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، درنا ان بلاتفورم سميتها alopsy.ma كيدخلوا ليها، يعني قسمناها على حسب اللغات. الناس الناطقين باللغه الامازيغيه كيمشيو بسهوله كيلقاو الارقام ديال الاخصائيين الناطقين باللغه الامازيغيه، كيف ما كاين الدارجه اللغه العربيه فصحى، فرنسيه وانجليزيه ايضا. النصائح عموما اللي كنقدمهم لا انا لا الزملاء ديالي اللي كنقدمهم لكاع الحالات تقريبا اللي كتجينا، اولا يبعدوا على الاخبار، يبعدوا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي كيبارطاجيو هذا النوع ديال الفيديوهات لانها كتزيد تاثر على النفسيه ديالهم. كيف قلت لك كاينين الناس تواصلوا معنا من وزان وشمال المغرب اللي ما وصلهمش بالاساس الزلزال ولكن عاشوا نفس الاعراض. هذا الشيء راجع للفيديوهات اللي هما كيتفرجوا فيها، الشيء اللي كيخلي الذات ديالهم كتفاعل مع المعلومه على انه حتى هما عاشوا الزلزال، فكيعطي يعني
يعني اعراض نفسيه كيعيشوها حتى هما. ثانيه كنعلموهم تقنيات الاسترخاء باش يقدروا ينعسوا بسهوله في الليل. ثالث نقطه انهم ينظموا النظام الغذائي ديالهم، ياخذوا اغذيه متوازنه، ياخذوا فيتامينات المغنيسيوم ايضا باش يرجع الاسترخاء للذات ديالهم باش يقدروا ينعسوا بسهوله في المساء. ايضا يولي عندهم واحد الروتين يومي صحيح باش يقدروا يتجاوزوا هاد الازمه اللي هما كيعيشوها. واخر نقطه يحاولوا يديروا دي زاكتيفيتي مجموعين زعما اون فامي، ما يبقاوش معزولين مع بعضياتهم باش الاعراض ما تتفاقمش مع الوقت.